خاصة، وهذا إخواني هذا يرجع إلى عدة عوامل وعدة أسباب. أستاذ حولك الذي كان يداوم على قراءة الزيارة على شورات في صحن كثير الإمام المعصوم كل واحد من يقدر يكون عنده تعلق بينه وبين الإمام المعصوم. هناك سبب من الأسباب أو أهم العوامل وهو علاقتها ومعرفتها بالإمام. معرفة الواحد بالإمام